مرحبا بالجميع حبيباتي، وفيديو جديد. المتابعات اللي سألوني أم فارس حبيبتي اعملي لنا الزيوت. أنا الحين مجهزة زيت ورد الجوري وزيت الخزامة وبمكونات بسيطة جدا جدا، وانتظروني إن شاء الله بعمل معاكم كتير وصفات أنواع الزيت، وبتخليوها معاكم في البيت وبتحتاجوها تعملوا بها خلطات للجسم وللبشرة. من طبعي أنا ما بحبش أطول الفيديو عشان ما تملوا، بس ما تنسوني حبيباتي من الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع وصفات طبيعية أم فارس. كيف حضرت هذا الزيت حبيباتي؟ زيت عادي، زيت الطبيخ. هتقلي فيه البطاطس. أنا صراحة كنت بقلي أي مرة بقلي البطاطس بحافظ بالزيت تبعها، لأن أنتم عارفين البطاطس فيها النشا كمية كتيرة وطبيعية 100%. أنا بقلي البطاطس وبحافظ على الزيت تبعه في برطمان زجاج لغاية الحمد لله ما صارت معايا كمية كبيرة، وأخذته حطيت فيه معلقة كبيرة من الورد الجوري مصحون، اهو بيبين لكم مصحون، ومعلقة كبيرة من الورد الجوري غير مصحون. شوفوا شكله بيجنن بيجنن. هذا عملاه انا من اسبوع وريحته بجد رائعة رائعة رائعة، ما تخيلوا ريحته كيف. وبالنسبة للزيت اللافندر او زيت الخزامة نفس الطريقة، اخذت معلقة مصحونة من الخزامة كبيرة ومعلقة غير مصحونة، وحطيته وخليته مدة أسبوع، وما أقول لكم على ريحتهم بتجنن. ويستحسن حبيباتي ما تصفيه، خليه هيك بيزيد ينزل النكهة تبعه كتير. كل ما تكونوا حتعملوا وصفة تبع البشرة أو خلطة للجسم خذوا صفوا منه شوية واستعملوه، خلوا الباقي ومرة مرة هيك رجوه شوفوا منظره، يا سلام. أما ريحته والله العظيم ريحته بتجنن، أحسن من اللي بيتباع برا بكتير. وحتى الخزامة شوفوا لونه كيف صار، لونه صار بجنن. هتحلفي أن هذا الزيت الطبيخ ومعمول فيه هذا اللافندر أو الخزامة. اللي شافته عندك أو شمات هذا الزيت واستعملته هتقولك لا مستحيل أنت عاملاه بالزيت الطبيخ. لا حبيبتي، إحنا عملناه بالزيت الطبيخ، وزيت الطبيخ لازم يكون حبيباتي مقلي فيه البطاطس. لازم حبيبتي يكون مقلي فيهم البطاطس وتحافظوا عليه في برطمان زجاج تستعملوه على طول. صراحة كتير رائع رائع، وهذا الزيت أنا ما بس